بسم الله الرحمن الرحيم. عودا على بدء أبنائي وبناتي الدارسين والدارسات في برنامج التجارة إدارة الأعمال بنظام التعليم المدمج مقرر التنمية الذاتية للمهارات الشخصية. زي ما ذكرت حضراتكم من قبل وقلت احنا بنتكلم في 5 موضوعات أساسية، و أسقطنا من حسابنا موضوع إدارة الوقت، وبنتكلم عن إدارة الضغوط كموضوع أخير في هذا السياق اتكلمنا عنه في المحاضرات. في هذا الموضوع، هذا الموضوع لابد أن يحقق عدد من الأهداف لدينا: الوقوف على تعريف الضغط النفسي وإدراك دلالته، فهم أهم مهارات إدارة الضغوط، التعرف على أساليب إدارة الضغوط وكيفية توظيفها، تصميم برنامج لإدارة الضغوط، فهم أهمية بعض الإرشادات العامة التي يجب على الفرد الاهتمام بها عند إدارته للضغوط الشخصية. دول 5 أهداف هيفضوا إلى عدد من العناصر التي يجب أن توضع في الاعتبار عند الحديث عن هذا الموضوع. لازم نتعرف على يعني إيه ضغط نفسي، وما هي مهارات إدارة الضغوط، وما هي أساليب إدارة الضغوط، إزاي نصمم برنامج لإدارة الضغوط، إرشادات عامة على الفرد الاهتمام بها عند إدارته للضغوط الشخصية. إرشادات عامة يجب على الفرد الاهتمام بها عند إدارته للضغوط الشخصية. زي ما اتفقت معاكم في المحاضرات، تعريف الضغط النفسي، مهارات إدارة الضغوط، أساليب إدارة الضغوط هناخد منها 2 أسلوب هنتكلم عنهم فقط، بس الباقيين هنعرفهم أسماء عشان تبقى الأمور واضحة، وبعدين تصميم برنامج لإدارة الضغوط وإرشادات عامة دي نتكلم عنها بشكل أساسي. فزي ما حضراتكم عارفين واتكلمنا قبل كده إن أحد الباحثين اللي هو هانز سيلي سنة 56 قال إن الضغوط النفسية ليست يعني ليست دائما شيء سيء وضار، بل ممكن تكون ضغوط نفسية مفيدة وإيجابية. الضغط الناتج عن موقف مفرح جدا، أنا فرحت قوي قوي وعيطت، نجاح عند إبداع عمل إبداعي كبير. الضغط الناشئ عن الفشل والشعور بالعجز أو الضعف أو المرض، ضغط سلبي. ليه هو جمع؟ قال لك لأن الآثار الكيميائية والبيولوجية للضغوط تحدث دائما بصرف النظر عن طبيعة الموقف الذي أدى إلى تلك الضغوط، سواء كانت مواقف إيجابية أو مفرحة، سلبية أو حزينة أو محبطة، مفرحة أو سلبية. ده كلام مين؟ هانز سيلي قال هذا الكلام بوضوح، قال يا إما الضغوط إيجابية ومفيدة، يا إما ضغوط سلبية وناتجة عن الفشل والشعور بالعجز. لأن وكان سنده الوحيد في هذا الإطار أن الآثار الكيميائية للاتنين واحدة على الجسم، يعني حالة الكيمياء اللي بتتم في الجسم. الكلام ده بصراحة يعني لم يرق لعدد كبير جدا من الباحثين، استمرت الدراسات بعد كده وتم التوصل إلى كثير من الأفكار التي أفضت إلى أن مش كل أفكار هانز سيلي صحيحة خالص. المقبول الآن والمعروف عند كل الباحثين واللازم نعرفه إحنا أن الضغوط هي دائما شيء سلبي وضار، يعني مش حاجة كويسة أبدا، ولها أثرها الكيميائية السلبية الضارة بدرجات وأشكال مختلفة، والتي تكون في غاية الخطورة على الأمد الطويل. انتوا عارفين أن الضغوط لما بتزيد ممكن تقلل المناعة، وممكن تخلي الشخص فريسة للأمراض الوحشة لا قدر الله. أن الضغوط بتغير كيمياء الجسم، لها تأثير شديد جدا على الجسم. أن الضغوط النفسية لما بتزيد وتستمر بشكل كبير ممكن تؤدي إلى إصابة بالاضطرابات السيكوسوماتيك النفسية الجسمية، يعني أحد أهم أسباب الأمراض السيكوسوماتيك اللي هي النفسية الجسمية. وبالتالي سنتفق من الآن بأن الضغوط دائما سلبية وضارة، وأكثر التعريفات قبولا الآن هو التعريف الذي قدمه ريتشارد لازاروس
والذي يعرف الضغط بأنه حالة شعورية. خلي بالكم كويس قوي من التعريف، حالة شعورية تحدث عندما يدرك الفرد أن حاجاته ومتطلباته أكبر من إمكاناته، حاجاته أكبر من إمكاناته سواء شخصية أو اجتماعية. يا كان عايش شقة أو معيش ولا مليك، هذا ضغط. يا كان عايز أركب عربية مرسيدس ومعيش غير 50,000 جنيه، فحاجاتي أكبر من إمكانياتي. لما تبقى حاجاتي أكبر من إمكانياتي تبقى مشكلة، حاجاتي أقل من إمكانياتي ده موضوع تاني، مفيش هيبقى يمثل ضغط ولا حاجة. شوف التعريف واضح ومحدد ويصوب نحو الهدف. حالة شعورية تحدث، نحس بالحزن الشديد والألم الشديد والضغط الشديد عندما أدرك أن حاجاتي ومتطلباتي المطلوب مني في الفترة القادمة إن أنا جواز البنت ومش عارف إيه وإيه وقسط وبتاع مصاريف الولد في المدرسة، وده أكبر من إمكانياتي، فإن هذا يمثل ضغطا نفسيا على الفرد له آثار سلبية وضعف. ده كلام لازم يكون واخدين. مهارات إدارة الضغوط، قسمت مهارات إدارة الضغوط إلى 3: مهارات خاصة بالأداء، مهارات ذات طبيعة انفعالية أو متوجهة بالانفعال، مهارات بيسموها مهارات ذات توجه قبولي أو القبول بالأمر الواقع. معناها إيه الكلام ده؟ المهارات الخاصة بالأداء، إذا كان الضغط النفسي ناتج عن طبيعة العمل، مهارات ذات طبيعة عملية تنفيذية، ده ممكن أواجه المشكلة أو الموقف المسبب للضغط وأقوم بتغييره. يعني لازم أمتلك مهارات، أروح أخذ دورة عشان أتعلم مهارات لتغيير فعلي يمكنني من القيام به في الموقف الضاغط أو البيئة التي توجد فيها. يعني أتغلب فعليا في الميدان في الواقع. أنا العمل عامل علي ضغط، فأنا أكتسب مهارات عشان أتغلب على وقتيا مباشرة. مهارات ذات طبيعة عملية تنفيذية، بس أحيانا ما أقدرش أعمل كده، فأقوم أعمل إيه؟ أغير من إدراكي وتفسيري للموقف الضاغط، وكذلك تغيير مشاعرنا مطلع. أغير مشاعري، أبص للموضوع من زاوية تانية، ما بصلوش على إنه ضغط، ده أنا أفسر وهنا لا نملك الإمكانيات اللازمة لتغيير فعلي في البيئة أو في الموقف الضغط. مش هقدر أغير الموقف الضغط اللي هو صعوبة العمل، بل تمكننا إدارة الضغوط من تغيير طريقة إدراكنا وتفسيرنا لها وكيفية تغيير مشاعرنا المترتبة عليها. لكن في مهارات تانية تمكننا من الرضا الإيجابي بالأمر الواقع. هو حصل الضغط حصل، لكن أنا لا أستطيع من تغيير الأمر شيء. أحيانا يحدث شيء أكبر من قدرتنا، أكبر من إمكانياتنا، لا نستطيع أن نفعل أي شيء حياله. موت صديق مثلا، إحنا ما عندناش إمكانية نغير البيئة أو نغير العمل بتاعنا، ولا إحنا يعني قادرين نغير إدراكنا وتفسيرنا للموقف الضاغط مرة أخرى، وجالنا يعني موقف ضاغط لا سبيل إلا بالتسليم به وتحمل ضغوطاته وإلى آخره. خلاص لا نستطيع نحن منع الموت، ولا نستطيع أن نحزن على ما فقدناه. خلاص إحنا بنحزن على ما فقدناه وخلاص انتهى الأمر، ومن هنا ليس أمامنا إلى التعايش الفعلي مع الضغوط وقبولها والتوافق معها بأقل آثار سلبية ممكن. يعني عندي 3 آليات أو حيل للتغلب على الضغوط. لو كانت الضغوط مرتبطة بالعمل، أغير موقف الضغط أو البيئة المحيطة، أو أغير إدراكي له مرة أخرى ونظرتي إليه، أو أقبل بالأمر الواقع أو أتعايش معه، وهكذا. 3 فئات لمهارات إدارة الضغوط. على ده كلام مهم قوي 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 في الإطار ده. أساليب مواجهة الضغوط، أنا عدت 8 أساليب مفيدة للتعامل مع الضغوط، ودي ثروة معاك تتبنى منهم أسلوب أو 2 أو 3. تتبنى أسلوب واحد يساعدك يبقى استراتيجية ليك أساسية في حياتك عشان تغير بيها الضغوط اللي بتتعرض لها، مهمة جدا 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 في السياق ده.
أولها هنعددهم وهنقول هنهتم بإيه واللي هيدخل معانا في الامتحان إيه. أساميهم طبعا التمانية معانا، لكن اللي هنركز عليه نوعين اتنين منهم بس. التدوين اليومي لما نواجهه من ضغوط وتحليل المدونات اليومية للضغوط. أقعد أكتب الضغوطات بتاعتي ومصادرها وإزاي أتغلب عليها، وأقعد قاعد كل شوية أحلل وأزود وبتاع عشان أخفف الضغط الموجود عليا. تحليل العمل، الصورة المختصرة، تخطيط الأداء عند عمل كبير ومهم، أخطط الأداء. التخيل اللي هو التعامل الذهني مع الضغوط، أتخيل إزاي لو أنا تغلبت على الضغط ده بالشكل الفلاني وإلى آخره. أساليب الاسترخاء الجسمي، الوعي بالتفكير والتفكير المنطقي والتفكير الإيجابي، الراحة والنوم، مقاييس القابلية للإحتراق. دول التمن أساليب لمواجهة الضغوط هنعرفهم. بس إحنا لما نيجي نتكلم هنتكلم على التخيل وأساليب الاسترخاء العضلي. التخيل وأساليب إيه؟ الاسترخاء العضلي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. التخيل وأساليب الاسترخاء العضلي. التخيل، التخيل أنا جايب أسلوبين سهلين بساط نستطيع التعامل معهم، مش هيكلفونا أي شيء على أي مستوى مستويات. التخيل كأسلوب لمواجهة الضغوط، والاسترخاء العضلي العميق كأسلوب لمواجهة الضغوط. إدارة الضغوط أو التعامل معها ذهنيا، التخيل أداة فعالة لخفض الضغوط، خاصة حينما نستخدمه متزامنا مع أسلوب آخر مثل الاسترخاء العضلي الجسمي والتنفس العميق. يعني التخيل ده بيلعب دور كبير جدا في حياتنا في التخفف من الضغوط، إذا كان ويبقى التخيل كمان مهم قوي إذا كان مصحوب بالاسترخاء الجسمي والتنفس العميق. المبدأ الذي يجعل التخيل بالشكل الذي نراه وسيلة لخفض الضغوط هو أنك تستطيع أن تستخدم خيالك في إعادة تصور موقف ما، وأن تستمتع بذلك وأنت في حالة من الاسترخاء، تحلم حلم يقظة كده. وكلما كان تخيلك لهذا الموقف أو التشكيل قويا أو مكثفا، أدى ذلك إلى شعورك بمزيد من الاسترخاء. حلو قوي. يبقى التخيل وسيلة فعالة لمواجهة الضغوط، يكون أكثر فاعلية إذا تصاحب، خلي بالكم كويس قوي من الكلام اللي بقوله، مع الاسترخاء الجسمي والتنفس العميق. ده فيه مبدأ بيقوم عليه يا جماعة، إن لما تستخدم خيالك في إعادة تصور موقف ما أنت تستمتع بذلك وأنت في حالة من الاسترخاء. كلما كان تخيلك لهذا الموقف أو التشكيل قويا أو مكثفا، أدى ذلك إلى شعورك بمزيد من إيه؟ من الاسترخاء. تزداد فاعلية أثر هذا الأسلوب في خفض التوتر الناتج عن الضغوط والشعور بالاسترخاء إذا كان استخدم مصاحبا لأسلوب العائد الحيوي، والذي يمكنك من أن ترى أو تسمع الآثار الإيجابية للتخيل وما يحققه أمام عينيك من العائد الحيوي من هدوء واسترخاء. انت اما تتخيل كده تحس بالاسترخاء والهدوء والراحه بشكل كبير. دي مساله مهمه جدا. فيبقى التخيل هو التعامل مع الضغط ذهنيا، التخيل اداه فعاله واداه فعاله اكثر اذا تزامن مع الاسترخاء الجسمي والتنفس العميق. ان تستطيع، المبدا الاساسي هو ان تستطيع استخدام خيالك في اعاده تصور ما وأن تستمتع بذلك. كلما كان التخيل قويا كلما شعرت بالاسترخاء بشكل أساسي. تخيل منظر مبهج بجميع حواسك، تخيل مواقف ضاغطة وما يسببها لك، تخيل نفسك وأنت تنجح في مهمة ما، تخيل. فده مهم جدا يا جماعة. التخيل أحد الاستخدامات الشائعة مع الاسترخاء هو أن يتخيل الفرد منظرا أو مكانا أو موقفا
يعتبر بالنسبة له آمنا ومريحا وجميلا ويشعره بالسعادة والبهجة، وعلى الفرد أن يستخدم كل حواسه في الصورة أو الموقف الذي يتخيله. كلما كان هناك استخداما آخر للتخيل، هو يتخيل الشخص مسبقا ما يمكن أن يحدث له من ضغط في موقف معين إذا واجه مشكلة وما يسببها، فيقدر إزاي يحلها تخيليا قبل ما يصل أو قبل ما يبص لها على الأرض الواقع أو ما يواجهها على الأرض الواقع. يكون من السهل على الفرد أن يتعامل معها ويمتصها ويقلل من الضغوط المترتبة عليها. الفرد ممكن أن يتخيل نفسه وهو ناجح في أداء عمل ما أو مهمة ما، ذلك يزيد من ثقته في نفسه ويجعله على الأرض الواقع وعند تنفيذه لتلك المهمة أو سعيه لإنجازه أكثر كفاءة وقدرة على الإنجاز الفعلي. أتخيل أنني ناجح في مهمة، أتخيل موقف سعيد، أتخيل موقف ضاغط، كل ده بيساعدني على أننا أتخلص من الضغط والموقف الضاغط اللي موجود عليا بشكل أساسي. هنا بقى إيه؟ بعض أساليب مواجهة الضغوط وهي أكثرها شيوعا أساليب الاسترخاء الجسمي. توجد ثلاث أساليب تؤدي كلها إلى الاسترخاء الجسمي، حيث أنها تعمل على خفض الشد في العضلات وتؤثر على كل علامات أو استجابات التوتر في كل أجزاء الجسم. وهي على سبيل المثال يا حضرات التنفس العميق. زفير شهيق، زفير شهيق، وهكذا شهيق زفير شهيق زفير وهكذا. استرخاء ده ممكن يؤدي إلى الاسترخاء بشكل كبير. ممكن أعمل ما يمكن أن نسميه الاسترخاء العضلي المتتالي، شد ثم وضع طبيعي. أهو أنا لما أقبض إيدي كده شد انبساط، يعني استرخاء، شد استرخاء، شد استرخاء، شد وضع طبيعي، شد وضع طبيعي، يؤدي إلى الراحة بقبضة اليد بهذه الصورة، أو الاسترخاء العضلي العميق اللي هو التنفس الهادي بهذه الصورة. وده له قواعد معينة الجماعة بتوع جلسات الاسترخاء بتوع العلاج النفسي يعني بيستخدموه بتوسع شديد. وضع الإجلس، الشخص ممكن يجلس في وضع هادئ ومريح، يغلق عينه تماما، ابدأ بإجراءات الاسترخاء من أسفل لأعلى من القدم، ركز انتباهك على نفسك واجعله يقظا، خش شهيق عميق زفير بهدوء، ثم عد كم مرة وعد هذه المرات بهذه الصورة. فأنا ممكن أعمل هذا الموقف الآن بهذه الصورة، أدى الوضع وضع مريح تماما، أغلقت عيني، أبدأ بجلسات الاسترخاء من أعلى إلى أسفل، شهيق زفير عميق، شهيق زفير وهكذا. هكذا أصل إلى مرحلة الاسترخاء العضلي والبعد عن الشد والبعد عن التوتر والبعد عن أمور كثيرة جدا. فيبقى أعيد وأزيد هذا الموقف مرة أخرى، إن أنا عندي موضوع مهم جدا هو موضوع إدارة الضغوط، ويعني ضبطناه بشكل أو بآخر. إن أنا أعرف يعني إيه الضغط النفسي، كان هو شكله إيه، هانز سيلي كان بيقول إيه، وجيه لازاروس قال إيه، طبيعة الضغط، إدراك دلالات الضغط النفسي، فهم أهم مهارات إدارة الضغوط أعرفها، التعرف على أساليب إدارة الضغوط. وقلت أنا يا جماعة الخير عندي 8 أساليب لإدارة الضغوط: التدوين اليومي لما نواجهه من ضغوط، تحليل العمل، تخطيط الأداء عند عمل كبير ومهم، التخيل، ثم الاسترخاء العضلي أو استرخاء الجسمي والتنفس العميق، وبعد كده الوعي بالتفكير، وبعد كده الراحة والنوم، وبعد كده مقاييس الاحتراق وهكذا. هنا يهمنا قوي أي عند تصميم أي برنامج لإدارة الضغوط، أي برنامج لازم
أراعي جوانب الحياة الصحية في هذا البرنامج، اللياقة البدنية وممارسة الرياضة، لازم أكون بمارس رياضة، تغذية سليمة، راحة واسترخاء، تقدير الذات المرتفع. تقدير الذات، أي برنامج لازم يتضمن الأربع حاجات دول، لياقة بدنية ورياضة، ممارسة رياضة، تغذية سليمة، راحة واسترخاء، تقدير ذات مرتفع. اللي ما يعرفش دول هتبقى مشكلة بالنسبة له لما نيجي نصمم برنامج ل يعني مواجهة الضغوط. اللياقة البدنية على يجب أن يكون الفرد على درجة عالية من اللياقة البدنية، وممارسة التمارين الرياضية تساعد الجسم على التخلص أول بأول مما يتكون من مواد ضارة، ودي مسألة مهمة يا جماعة لازم نكون على وعي بيها بشكل كبير. ممارسة الرياضة بيساعدني على التخلص من المشاعر الاكتئابية، من الرغبة في تناول الطعام والشراب بشكل مفرط، من الشد العضلي إذا كان الانضغاط والتوتر يؤدي إلى زيادة الأحماض الضارة بالجسم. ممارسة الرياضة بتزيد من أندروفينات في الجسم والتي تعمل على ضبط مستوى الأحماض عند المعدل الطبيعي وبحيث لا تضر بالجسم. التغذية السليمة يا جماعة ضرورية للتحسين وتقوية الجسم، ضرورة للتحسين وتقوية الجسم وزيادة قدرته على مواجهة الأحداث الضغطة، فكلما يواجهه أزمات أسرية أو أزمات في عمله وخلالها يكون مطلوبا من الجسم أن يواجه ذلك ويظل يعمل بكفاءة رغم أنه خلال تلك الأزمات لا يكون متاحا له التغذية السليمة أو الراحة. دي مسألة مهمة جدا، إن ممارسة الفرد للراحة والاسترخاء تعود أو تعلم جسمه أو يتخلص أن يتخلص من الشد والتوترات. إن أكثر ما يتجاهله معظم الأفراد الذين يضعون لأنفسهم برنامجا لإدارة الضغوط هو أن يخصصوا وقتا للراحة والمتعة والاسترخاء والراحة الكاملة. دي مسألة مهمة جدا في حياتنا مش موجودة في ثقافتنا كمصريين، إن إحنا لازم ندي نفسنا راحة، فرصة للراحة والاسترخاء. استرخاء قصير المدى يجب أن يتم يتضمن تخصيص الفرد لمدة لا تقل عن 10 دقائق يتم خلالها أسلوب استخدام والتنفس العميق، وأنا قاعد كده بس أريح نفسي. وفي استرخاء طويل المدى يكون من خلال الأجازات المخططة مسبقا والطويلة نسبيا، ودي موجودة منتشرة، ثقافة موجودة في بلدان أخرى مش موجودة عندنا بشكل كبير عند معظم الناس. إن يبقى عندي تقدير ذات مرتفع أو ثقة الفرد بنفسه ورضاه عن نفسه تساعده كثيرا في ادارته لما تعرض له من مواقف طاقتها. يبقى عندي ثقه، عندي امل، مهارات مثل الانصات الايجابي، عدم التهور او التفكير بصوره شديده بحيث يظهر الفرد استنتاجات خاطئه، عدم اساءه للاخرين وهينتهم، كلها مهارات تسمح لمن يتمتع بها ان يكون هادئ ومطمئن وقادر على ان يدرك ويتفهم مشاعره وانفعالاته بشكل صحيح. اي برنامج لمواجهه الضغوط لابد ان يتضمن الاربع حاجات المهمين دول اللي أنا بعيد وأكرر وأزيد فيهم: اللياقة البدنية، اللياقة البدنية وممارسة الرياضة، التغذية السليمة، الراحة والاسترخاء، تقدير الذات المرتفع. ودي مسألة مهمة جدا أما الشباب لازم يكون عارفينها. بقول لك إرشادات عامة على الفرد الاهتمام بها عند إدارته للضغوط النفسية. عرفنا بقى الوقت بناء، هنعرف دلوقتي وأعيد تاني هذا الكلام المقرر في هذا الفصل. سوف تساعدك تلك الإرشادات كثيرا لإدارة ما تتعرض له من ضغوط. عليك أن تعرف أن النجاح يتطلب الجدية والحماسة، مفيش نجاح بيجي الواحد كسلان لا يحرص بين عشية وضحاها، بل يتطلب المثابرة والإصرار، وبالتالي هو يستغرق وقتا أي لا يحدث فجأة. معنى ذلك أن نتائج استخدامك لتلك الإرشادات سوف تكون مرهونة بما تبذله من جهد واستمرار. إرشادات عامة، نصائح عامة نتبعها في حياتنا. فضفض فضفض يا أخي العزيز، لا تكتم قلقك وضغوطاتك. دي مسألة مهمة جدا، ودي حاجة حضينا عليها حتى الدين الإسلامي، إن إحنا لازم يبقى لنا ريفرنس كده نستشيره ونقول له مشاكلنا، يكون قريب مننا، الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج وهكذا. تجاهل المشكلة لبعض الوقت، متركز، خلاش محور اهتمامك، سيبها لله. سيطر على غضبك وتحكم فيه، لا تكن عنيدا متشبثا برأيك ومتصلبا. افعل شيئا من أجل الآخرين، لا تنشغل إلا بشيء واحد فقط. لا تسعى إلى الكمال المطلق
في كل ما تفعله، لا تكثر من لوم أو نقد الآخرين، لا تصعد المواقف التافهة يا راجل، تسامح مع آخر مع الآخر واعطيه ما ينهي هذا الموقف. ما ينفعش تقف للناس على الوحدة خالص، كن متاحا للآخرين يقدروا يتواصلوا معاك بسهولة. احرص على تخصيص وقت لاستجمام وتجديد نشاطك الجسمي والذهني، ده مسألة مهمة جدا. أستطيع أن أقول في نهاية هذا الفصل أننا يعني أخذنا المطلوب منه، أن يبقى عرفنا الضغط النفسي، الثلاث مهارات أساسية لمواجهة الضغوط النفسية، وبعدين أساليب مواجهة إدارة الضغوط، ثمان أساليب خدنا منهم التخيل والاسترخاء الجسمي والتنفس العميق، الاثنين بس، لكن الثمانية نعرف أساميهم، وبعد كده نعرف أن أي برنامج يصمم لمواجهة الضغوط لابد أن يقوم على أربع دعائم أساسية. الأربع دعائم هي اللياقة البدنية وممارسة الرياضة والتغذية السليمة والراحة والاسترخاء وتقدير الذات المرتفع. ودينا عدد من الإرشادات، عدد من الإرشادات الأساسية اللي ممكن يعني تدينا يعني فرصة يعني ويعني أساس عام كده نستطيع من خلاله التحرك في يعني نعمل بطانة وجدانية سليمة، بطانة استعداد أو تهيؤ لتقبل الاسترخاء وإمكانية أو الاستعداد العالي لمواجهة الضغوط بشكل أساسي. ده هما دول الخمس موضوعات اللي اتكلمنا فيهم مع الخصومات اللي خصمناها من الإبداع، لأن احنا اعتمدنا على أسلوب واحد لتنمية التفكير الإبداعي وهو العصف الذهني، ومع الاعتماد على أسلوبين لمواجهة الضغوط النفسية هما التخيل والاسترخاء الجسمي والتنفس العميق. ويبقى بكده انتهى موضوعنا. أعتقد إن هو أنا كهكذا تصورت إن هو مقرر ممتع ومقرر جميل، وزي ما تعودت معاكم وعلى وضوح وصراحة شديدة جدا قلت لكم إن امتحاننا هيجي يا حضرات بنظام الموضوعي، اسمه النظام الموضوعي، امتحان موضوعي. طريقة الإجابة فيه بنظام البابل شيت، بنظام البابل شيت، مجموعة أسئلة. الامتحان هيجي سي 80 سؤال، سي نفترض جدلا يعني الأربعين سؤال الأولانيين اختيار من متعدد، تقرأ رأس السؤال والأربع بدائل وتقرر الإجابة دي، تقوم تبص في ورقة البابل شيت عند السؤال رقم واحد الإجابة تبقى يا ألف يا ب يا جيم يا دال، أربع بدائل، اختار واحدة منهم وتسود بالقلم الرصاص، حذاري، واحد يسود بالقلم الجاف يبقى ورقته هتضيع عليه، تسويد كامل على الخانة بالقلم الرصاص، لأن الجهاز لا يقرأ إلا بالقلم الرصاص، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، أبنائي وبناتي أنا حريص عليكم كل الحرص، وأنا إزاي محتويكم في هذا المستوى تماما. دي حاجة. 40 سؤال او الدوس الثاني من الامتحان عباره عن اسئله، العباره صح ولا غلط، زي ما انا اديتكم نماذج بالظبط، زي التطبيقات اللي كانت موجوده عندكم. السؤال لو كان صح هتسود على الف، لو كان خطا هتسود على ايه؟ على ب. يعني ورقه البابل شيت فيها الف ب جيم دال ه، ه دي مش بتاعتنا لان انا عامل اربع بدائل بس. الاجابه بتاعتك الف هتسود الف بالقلم الرصاص الاجابه وتسيب الباقي فاضي، ب هتسود ب، ج هتسود ج، د هتسود د. دي حاجه تحرص تماما على ان اللي انت بتسوده هو قدام السؤال بتاعه، يعني واحد لواحد، اتنين لاتنين، تلاته لتلاته، لان الكمبيوتر الجهاز لا يفهم، انت مجاوب على واحد كذا يبقى صح على واحد كذا، اثنين على كذا وهكذا. تحرص كل الحرص، وهقول لكم على دي بقى لانها غايه في الاهميه ولا يمكن ان تتنازل عنها ابدا مطلقا. الامتحان عباره عن اربع نماذج، نموذج واحد اثنين ثلاثه اربعه، وعندك ورق البابل شيت عباره عن واحد واثنين وثلاثه واربعه. لو الطالب
ما تأكدش مرة واتنين قبل ما يحل ان هو معاه نموذج واحد في الامتحان والنموذج واحد في البابل شيت، هتبقى مصيبة. لان انا في كل الحالات لو هو جاوب على نموذج واحد هصحح له على نموذج واحد الاجابة، معرفش هو جاوب ايه، يبقى ضاع مستقبلك في الامتحان. لازم تتأكد ان انت معاك نموذج واحد في الامتحان ونموذج واحد في ورق البابل شيت. معاك نموذج واحد وصلك في البابل شيت، ما تاخدش غير نموذج واحد في الامتحان. خدت نموذج اتنين في البابل شيت، تدي نموذج ايه؟ اتنين في الامتحان. تلاتة تلاتة، اربعة اربعة. تفكر المسألة سهلة؟ مش سهلة، لان لو خدت بديل كل اجاباتك اترحلت، لان الامتحانات مختلفة بشكل كبير. فلازم نكون على وعي بهذا تماما. زي ما قلت لكم ممكن اسال اسئله صح وغلط من خصائص الدافعيه، تنظيم السلوك وتوجيهه لهدف محدد. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ لو صحيح حط صح دايره حوالين ايه؟ هتسود الدايره الف. لو كان غلط هتسود الدايره ايه؟ ب. وهكذا. التخويف اسلوب مناسب لرفع دافعيه العاملين، صح ولا غلط يا شباب؟ والله التخويف ده ما هو وسيلة فعالة على الإطلاق، ده غلط، أو ما سود به. لو صح هسود ألف، لو حلقة في ودنكم. لازم تكون واعيين بيها تماما. أنا عايز أقول أهو بالقلم الرصاص، النموذج ألف مع النموذج واحد مع نموذج واحد، بابل شيت مع نموذج امتحان واحد، واحد واحد، اتنين اتنين، تلاتة تلاتة، أربعة أربعة. أي اختلاف يبقى ضاعت الإجابة بتاعتك تماما. استخدام القلم الرصاص، إن تحرص تماما ان بيجاوب على سؤال واحد يبقى قدام واحد، اثنين قدام اثنين، ثلاثة قدام ثلاثة، وهكذا. تمام؟ ده كلام مهم جدا في سياق الإجابة على الامتحان. الامتحان زي ما قلت لكم هيبقى صورتين من الأسئلة، مفيش فيهم كتابة خالص. يا إما اختيار متعدد يا إما صح وغلط. لا شيء غير هذا. فعشان برضو تبقى الصورة مهمة وواضحة بأي شكل من أشكال، يمكن المدير جعل المنظمة داعمة لدفعية العاملين، يجعلهم يركزون على المهم والأساسي، بعدم الضغط عليهم، بتسامحهم على المخطئين، بقبول التأخير عن الغياب عن العمل والغياب. شوف الصح إيه. تؤدي المخاطرة في العمل إلى الفشل دائما ولا النجاح دائما ولا إضعاف ثقة العاملين بأنفسهم ولا تهديد كيان المنظمة. اختار واحدة منهم. يتعلم على ألف، يتعلم على ب، يتعلم على جيم، يتعلم على دال، حسب اختيارك تماما. انا اعتقد ان انتوا في الترم الثاني انتوا بقى عندكم فكره عن الاجابه على اسئله البابل شيت بشكل اساسي. ينجح القائد اذا ادرك التابعين له انه خبير في مجال عمله. اه طبعا، امال ايه؟ صح. القائد الناجح يؤمن بان اهل الثقه هم الذين يحققون النجاح في المنظمه. هم اهل الثقه اللي بيحققوا النجاح في المنظمه. اعتمد على اهل الثقه ولا اهل الكفاءه؟ أهل الكفاءة طبعا. يبقى العبارة دي خطأ، دي مسألة مهمة جدا. الملاحظة يمكن مثلا التكامل بين أعضاء الفريق العمل يؤدي إلى فشل القائد ولا التنافس بين الأعضاء ولا العنف بينهم، يفشل القائد في عمله إذا كذا، وهكذا وهكذا. الأسئلة تمشي بهذه الصورة. الخطوة الأولى لحل المشكلة إبداعيا هو تحليل المشكلة ولا تحديد المشكلة ولا فهم المشكلة ولا تحليل أنسب الحلول. كل ده عملية التواصل هي تدفق غير مخطط لمعلومات من أجزاء التنظيم. أنتوا الأسئلة اللي اديتها لكم لما تحلوها أو على غرارها، والموضوعات محددة على فكرة وواضحة واتقالت في المحاضرات زي ما أنتوا شايفين بتفصيل، وخدتوا الباوربوينت وعرضنا لكم هذه المحاضرات مسجلة، والامتحان يوم 14، لسه قدامكم وقت كبير ممكن انتوا تبصوا فيها مرة واثنين وثلاثة. وأنا لا أبغي أي شيء على الإطلاق من حضراتكم سوى أنكم رقم واحد نستفيد من المقرر بحق، نكتسب مهارات حقيقية يحقق التعليم المدمج الهدف منه، إن الطالب يكتسب مهارات فعلية. و الامتحان ده ان شاء الله هيكون امر غايه في الاهميه زي ما حضراتكم شايفين.
في الـ الـ في المحاضرات بتاعتنا وفي المهارات اللي قدمناها وفي كل المعلومات، وانا عارف ان انتم مجموعه عندكم دافعيه عاليه للتعلم، وبان هذا في حرصكم على حضور المحاضرات بشكل كبير جدا، بان هذا في حرصكم على امتلاك كل ما يتعلق بالماده، بان هذا في رغبتكم في الحصول على تطبيقات للماده. فانا سعيد بيكم، وان شاء الله باذن الله هيكون يعني امر يعني حيوي ونقطة فارقة في حياتكم انكم تكتسبوا مهارات في هذا البرنامج، وتكون اول دفعة من التعليم المدمج على قدر كبير جدا من الكفاءة اللي تمكنهم من مواجهة متطلبات سياق العمل في المستقبل. تاني اقول للي ما سمعنيش، الامتحان يا شباب الامتحان جزئين نصين قسمين، كل قسم من 50 درجة، كل قسم من 50 درجة. افرض القسم الاولاني 50 درجة، 50 سؤال، يبقى ب50 درجة. افرض القسم الاولاني 40 سؤال، يبقى السؤال من درجة وربع على سبيل المثال. الجزء الاولاني قد يكون اختيار من متعدد، تختار اجابة من 4 اجابات او صح وغلط. لو صح وغلط هتعلم على الف، لو صح هتعلم على الف، لو ب هتعلم على ايه؟ على ب. فيما يتعلق بالاختيار المتعدد، لو كانت الإجابة ألف هتعلم على ألف، ب هتعلم على ب، جيم هتعلم على جيم، وهي معمولة بالعربي في ورقة البابل شيت، وأنا عتيلك بالعربي كاتب لك بالعربي في الامتحان. امتحان واضح محدد من المقرر، مفيش فيه لبس ولا غموض. لا اللي هيجاوب وهياخد درجة عالية جدا يبقى فهم، يبقى استفاد بالفعل من هذا المقرر. أنا أعتقد إن يعني قدر عدد كبير جدا منكم هيكون عند هذا المستوى من الـ يعني من الكفاءة التي تسمح له بالمرور على الامتحان بنجاح ساحق. أنا يمكن أقول تاني، أهداف المحاضرة بتاعت مواجهة الضغوط النفسية وعيدها تاني، الوقوف على تعريف الضغط النفسي وإدراك دلالته. الضغط النفسي الناس كانوا فاكرين لغاية سنة 56 إن هو إن الضغوط النفسية ممكن تبقى ناتجة عن موقف مفرح أو محزن، لأن الآثار الكيميائية واحدة. طلع الكلام ده غير صحيح بالمرة، لأن ناس كتير أوي اتكلموا وعلى رأسهم لازاروس قالوا لا، ده دايما الضغط النفسي، الضغوط دائما في طبعا استراتيجيات لمواجهه الضغوط، اساليب للتعايش مع الضغوط، في امور كثيره جدا. ده مجال من المجالات اللي استاثرت باهتمام الباحثين بشكل كبير جدا، واتعملت فيها رسائل ماجستير ودكتوراه ملهاش اول ولا اخر، وصممت ادوات لمواجهه الضغوط بشكل كبير، واستراتيجيات للتعايش والضغوط الناتجه عن المرض، عن الفقدان، الضغوط الناتجه عن ضغوط العمل، ضغوط الحياة، ضغوط الحاجة. فيعني من الموضوعات السرية جدا جدا، وانت خدت الأساس اللي ممكن يسمح لك، حتى اللي بعضكم يحب يستزيد بعد كده ممكن أنزل لكم على الموقع أمور كمان تستزيدوا فيها من موضوعات في القيادة، في الضغوط النفسية، في أي أمر آخر من هذا القبيل. الوقوف على تعريف الضغط النفسي، فهم أهم مهارات إدارة الضغط، التعرف على أساليب إدارة الضغوط وكيفية توظيفها، تصميم برنامج لإدارة الضغوط، فهم أهمية بعض الإرشادات العامة التي يجب على الفرد الاهتمام بها. لما أحب أتأمل بس كده فيما يتعلق بالإرشادات، يقول لك فضفض يا أخي. ما الفضفضة دي جزء كبير قوي من بيخفف مني، يعني بكون أنا بعاني من حاجة وأحكي مثلا لزوجتي أو لصديقي أو والدي او لابن كبير، واقول والله الموضوع كذا كذا كذا، بخفف بوزع العبء. فالفضفضه دي مش حاجه وحشه، بس يبقى اللي بتفضفض له اهل ثقه، ما يبقاش اي حد ممكن تفضفض له بهذه الصوره. في بعض البلدان يعني فكره الفضفضه دي مش وارده فيها، فممكن تكسر فيها زي ما بنسمع يعني نسب الانتحار ونسب يعني اكتئاب ونسب حاجات كتير قوي من هذا القبيل، لكن الفضفضة مهمة جدا للتخفف من الضغوط والراحة. ان انا انحي المشكلة جانبا،
ما تبقاش هي محور حياتي، حياتي ما تقفش تماما على هذه المشكلة، تجاهل المشكلة لبعض الوقت، أسيطر على غضبي وتحكم فيه، أحاول قدر الإمكان أتحكم بذاتي، ما أعبرش عن غضبي بشدة وبشكل كبير، ما أكونش عنيد، لا أكابر ولا أتبنى رأي متصلب، لا، يبقى أكون عندي مرونة بشكل أو بآخر، أفعل شيئا بالنسبة للآخرين، لا أنشغل بشيء إلا بشيء واحد، ما أشغلش نفسي بحاجات كتيرة قوي، ما أسعاش إلى الكمال، يعني ما هو أحيانا لما أوصلش للكمال أحس بضغط، لكن لا، مش أي واحد، مش كل واحد بيصل للكمال بأي صورة، ما أكثرش دايما وأبقى يعني نمكي وقاعد ألوم الآخرين ليل ونهار. وبعدين بعض الناس منا ممكن يصعد أي موقف تافه، لا، إحنا المفروض نبقى أفضل من كده بكتير، أكون متاح للآخرين، عنده قدرة على التواصل مع الآخرين، أحرص على يعني تخصيص وقت الاستجمام و يعني وتجديد نشاطي الجسدي والذهني بشكل كبير. فيما يتعلق بنعيد كلامنا على الموضوع المقرر نفسه بتاعنا، اللي هو إن هو بيهتم هدفه الأساسي، أي مقرر في الدنيا له هدف يا شباب، يعني مقرر زي ده لما اتحط في اللائحة، حطوه الناس القائمين على وضع البرنامج الرائع ده في كلية التجارة جامعة القاهرة، يقولوا الله، ما هو الموظف أو العامل الموظف في المؤسسة هو كائن بشري، كائن بشري لم يصل إلى حد الكمال بعد، وله كده، لا، ده عنده تفاوت في القدرات حسب ظاهرة الفروق الفردية، ممكن يكون مرتفع في حاجة ومنخفض في حاجة، وبالتالي فأحد المطالب الحيوية لخريج التجارة الذي سيعمل في مجالها في هذا المجال، لابد أن ينمي نفسه. إيه الحاجات اللي ممكن يجي يسأل بتاع التجارة، يسأل بتاع علم النفس، يقول له يا أخي لما نحب ننمي المهارات الشخصية للشخص، يقول يا أخي إدارة الوقت، يا أخي إدارة الضغوط، يا أخي مهارات القيادة، يا أخي إزاي يزود دفعية العاملين، يا أخي إزاي يتواصل مع الناس بكفاءة. ففيه موضوعات كتيرة قوي من هذا القبيل، فهي دي التي تؤتي ثمارها في هذا الإطار عشان نكون عارفين. فتنمية، وخصوصا إن موضوع تنمية المهارات ده يعني إحنا في إطار يعني الجودة والاعتراف بالبرامج بتاعتنا وإلى آخره، أصبح يعني أنا مطالب بإن أنمي مهاراتي عشان أنافس، ما هتنافس إزاي؟ مش بالمعلومات ومش بالتلقين، لأن أحد أهم يعني تقويض العملية التعليمية هو الاعتماد على التلقين، لكن الاعتماد، الدول تقدمت بالاعتماد على تنمية المهارات. طفل، أقول لكم بوضوح شديد، الطفل في هونج كونج وفي تايوان، ودي نتائج يعني ملاحظات باحثين كبار، أفضل غير الملتحق بالمدرسة، أفضل من الطفل الملتحق بالمدرسة عندنا، لسبب، لأن البيئة في هونج كونج وفي تايوان مدرسة، الولد بيطلع في الشارع يلاقي أمه بتفك وتركب كمبيوتر، تلاقي أبوه بيضرب موسيقى، فالبيئة نفسها مدرسة، تحولت البيئة، المجتمع الكبير تحول إلى مدرسة، لكن المدرسة حينما تحاط بأسوار يبقى خرجت عن الفلسفة بتاعتها، تحاط بأسوار معنوية، إن أنا معزول، لسه بدي النهاردة للتلميذ في المدرسة في الرياضيات أو في الإحصاء، يعني لو قطر حلوان بيسير بسرعة معينة، لو كيس القطن عمل مش عارف إيه، هو الكلام ده ما عادش موجود دلوقتي، إزاي أنا هضرب أمثلة بهذه الصورة؟ لازم أضرب أمثلة حياتية. كلما اقترب العلم من أو التعليم من الحياة الحقيقية الواقعية للطالب، كلما كان ذلك مدعاة للنجاح في المستقبل في هذا الإطار. فالسعي لتنمية المهارات يا جماعة أصبح مطلب ملح، ما بقاش ترفيه أبدا بأي حال بالأحوال. الطموح الشخصي مطلب، ومطلب مشروع لكل شخص على وجه هذه البسيطة
سطح الأرض أن يكون لديه طموح شخصي يحاول أن يصل إليه. إحنا لما حبينا نختار موضوعات اخترنا موضوعات ذات طبيعة معرفية زي مهارات التفكير الإبداعي، مهارات وجدانية زي إدارة الضغوط وإدارة الوقت واستثارة دافعية العاملين، مهارات ذات طابع اجتماعي زي مهارات التواصل ومهارات إيه؟ القيادة. هذه الموضوعات هي اللي اخترناها كانت هي الأكثر ملائمة لخريج التجارة. كان نفسي وكنت أتمنى إن يبقى فيه يعني تواصل بيني وبينكم أكتر في هذه الفترة اللي تخليني أقول إن ولادي وبناتي أجاوب على كل أسئلة. أنا عارف اللي يتفرج عليا الوقت هيكون في ذهنه يعني سؤال أو اثنين أو ثلاثة كان مفروض أنا أجاوب عليه، لكن إحنا بتهيألي قتلنا هذا في المحاضرات بشكل كبير واستزدنا بهذا. وأنا بعتقد إن أنا أوفيت بوعدي معاكم إن كل اللي قلت لكم عليه نفذته بأي كل الوسائل الممكنة. كمان لما جينا نركز على موضوع القيادة بكلام جميل جدا وبسيط، لما جينا عن تنميقا الناس فاكرة إن الواحد بيتولد قائد كده، لا، قيادة عملية متعلمة أو مكتسبة، بس بأساس بيئي، لازم يكون عندي استعداد بأساس وراثي. القائد يصنع ولا يولد هكذا، يصنع بالصبر والمثابرة وبذل الجهد والعمل الشاق، هذا ما يصل بالقائد إلى ما هو عليه. المهمة الأساسية هي استكشاف قدراتك ومهاراتك القيادية وتحديدها بدقة والعمل الجاد على تنميتها. المهم إن أنت تعرف، وعلى فكرة أنت معاك يعني ثروة لما تشوف الأداة بتاع التقييم الدافعية للقيادة وتطبقها على نفسك وتطبقها على اخواتك وتطبقها على ابنائك وتطبقها على زوجك، تعرف المهارات القيادية وتعرف الجاب فين، الفجوة فين، وتحاول تطبقها بشكل أساسي. عرفنا القيادة، عرفنا نقيسها، الأدوات اللي بتساعد على تكوين رؤية عامة أو رؤية شاملة للموقف، عرضنا لأمور كثيرة جدا في هذا الإطار، وكيف نزيد من الدافعية بتاعتنا، وقلنا ان احنا عندنا ثلاث آليات أساسية لزيادة الدافعية، هي التخلص من مخفضات الدافعية، الربط بين الحاجة والمجهود الفعلي، والتنشيط الانفعالي لمشاعرك، وقلنا التخلص من منغصات الدافعية، ده هي عبارة عن التدريب اللي قلت لكم عليه 15 دقيقة، انك تقسم الورقة الى ثلاث اقسام، ايه هي المنغصات المحبطات امام كل معوق، يعني كان هو طارئ ولا مستمر، والحلول المقترحة لي، ويعني إذا كانت مستمرة هنتعامل معها كمشكلة حقيقية، ما كانش هنلجأ لحل الآخر، هو الحل اللي هو الربط بين الحاجة والمجهود الفعلي. اخلق لنفسك مصلحة أو فايدة في كل ما تمارسه، اعمل وفق مبدأ ماذا لي، ماذا يخص ما دوري في العمل الذي أمارسه، أبرز منفعة بينك وبين من تقوم به، سوف تعتاد على العمل والنشاط. ده مهم قوي. عود إلى القائمة السابقة الثلاث أعمدة، هل المعوقات دائمة ولا هي مؤقتة؟ للتغلب على هذا اعمل التمرين التالي، ورقة بيضاء الحاجة والمجهود. اعمل نفسك أسلوب آخر، الحاجة أنا عايز أحقق إيه والمجهود اللي يقابلها إيه، الحاجة إيه والمجهود، عشان أعمل ربط حقيقي، أبقى وير أنا بعمل إيه بالظبط، وهكذا. الحاجة مثلا أنا عايز أشتري سيارة، طب دي محتاجة مجهود مني إيه؟ واشتغل إيه؟ ده ممكن أشتغل الصبح وبعد الظهر، واشتغل مرة ثالثة كمان، وهكذا لغاية ما أحقق الهدف بتاعي. لو ما زادتش الدافعية في هذه الحالة بقوم ألجأ لما يمكن أن نسميه التنشيط الانفعالي، الحماس والولع بالأشياء من أكبر الدوافع. إيه اللي بيلهب حماسي؟ أختلي بنفسي شوية كده وأقول بالظبط كيف أساعد نفسي على هذا. القائد الجيد لديه قدرة على جمع المعلومات، مهارة جمع المعلومات. القائد الجيد هو خبير، هو مرجع، هو يعني معين لا ينضب من المعلومات والمهارات اللي ممكن تمكن في هذا الإطار. أبني قوتي كخبير إزاي؟ من خلال المعلومات والقراءة والاكتساب والخبرة، المؤهلات، المصداقية، التصرف بحسم، على علم ودراية بما يدور من حولي، مراعي اعتبارات كتيرة قوي، وأحرص على عدم تجريح الآخرين. كل
الأمور دي لازم تكون واضحة في ذهني في هذا الإطار. أنا أعتقد يعني إن إحنا أجهزنا على كل الموضوعات اللي إحنا اتفقنا عليها، الخمس موضوعات، ولا يبقى إلا أن أتمنى لأبنائي وبنات الدارسين والدارسات اللي أنا سعيد بيهم جدا جدا في محاضراتي، إن أتمنى لهم كل توفيق وسداد في هذا المقرر وفي مقررات الأخرى، وإن شاء الله نكون معا لغاية ما نخرجكم ونحتفل بيكم إن شاء الله، مع تمنياتي، مع رجائي وتمنياتي لكل منكم بالتوفيق والسداد، وشكرا جزيلا، خالص تحياتي، الحسين عبد المنعم.